جماعة، كلمات الأغاني اللي راح تختاروها مو فقط لازم تكون عالية المستوى، إنما واضحة ومفهومة للناس، لأن أنتوا دا تتوجهون الناس ما متعودين على لهجتنا ولا على طورنا بالغناء. صح صحيح أستاذ، بس إحنا هذا الموضوع تركناه للأستاذ رشيد بيق الزهاوي والأستاذ حسين الرحال. حسين؟ إيه الأستاذ حسين الرحال. ممتاز ممتاز. أما البستات والأغاني الأخرى فمتروك لهالبطل جبور النجار. والنعم والنعم عاد من جبوري. اصلا هاي اغنية رحت الورد ولون العنبار قصيدة غنائية، اصلا هي تغني نفسها. الله يديمك استاذ، هذا من لطفك. زين يا جماعة ايش رايكم هسه ناظم يسمعنا فتشي نموذج من حفلات الضاميه اللي برا؟ هاي انت شو تقبلوني يعني؟ هذا احراج، شلون اغني والاستاذ موجود يعني؟ لا تلحون، ما راح يغني. معروفة القبة انت موجود، ناظم ما يغني. تريدون الصدور يابا؟ انا ما سامع ناظم يغني. جديات ما سامع بالقعدات يغني، سامع بالاسطوانات. كل ما تطلع اسطوانة جديدة او جابها يابا انا هسه قابل تغني. ها يلا بعشتري الاستاذ نفسه هو قال اول ده يطلب الاغنية. يلا كيف نفتي ومالكم في المدينة. عيرتني 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 شنو؟ مبخر البيت؟ ما طيبة ريحته؟ ويطرد العين همينه. وعلي ايش يحسدون الناس؟ ليش؟ الحمد لله والشكر. ايش ناقصنا احنا؟ الذي لا يحمد على مكروه سواه. هاي وين رايح؟ شو حسيت نفسي مختنق؟ قلت اشتم هوا برا. وليش الهوا هنا نشبيه؟ اشو دا يلعب لعب؟ تريد افتح لك الشباك؟ لا لا افضل اطلع برا. الو روزة اهلا، شلونك؟ الحمد لله على السلامة. ايه سليمة موجودة، تجي تاخذيك؟ ليش ما تحكين وياها؟ اخذي. هلا روزة. هلا وحبيبتي، الحمد لله على السلامة. شو وقت اجيتي؟ ايه الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله زينين. انتي شوكي؟ طيب هسا اجي اخذك من المطار. زين مع السلامة. ناظم تجي وياي نروح نجيب روزة؟ لا ابقى. على راحتك.
الو الو انا متعمدة ما رديت على اول الو من عندك لانك انت مصدقة انت راح ترفع السماعة وتجاوبني. دا حس وكأنما تليفون وقف على غيرك وانت ممنوع عليك استخدامه. لا ليش ناظم؟ انا وياك لازم نلتقي. التقينا وين؟ في المطبخ. واني وجودي كان على الهامش. بس هم يسموا لقاء. حبيبي ناظم انا عندي كلام وياك لازم اقوله. قولي. ورقابة. يا رقابة ما موجود أحد اليوم. احكي أنا دا أسمع. بس الكلام ويا الحبيب وهو قدامك بوجهه الحلو وصوته الجميل وشخصيته إلا معنى. ولما يكون أكو عائق بينك وبينه إلا معنى ثاني. ناظم حبيبي إحنا لازم نلتقي. أرجوك لا تقول لي التقينا. أنا راح أختار الزمان والمكان. الزمان الحلم والمكان شواطئ دجلة. وإحنا راح نتخيل الموضوع اللي بيناتنا مثل ما إحنا نريد. أنا دا أسمع سراب. حبيبي أنا أهنيك على هذه البشارة اللي كحلت بيها عيني بعد انتظار طويل طويل على أن أشوفك أطول مدة ممكنة وألتقي بيك أكثر. بس أنا كنت أتصور أنه أنت تفرحين عندما تسمعيني مسافر للخارج ومحقق شهرة ونجاح. أكيد أكيد حبيبي أفرح. بس لما أحس أني إلي دور بهذا النجاح. يمكن إليش دور؟ يمكن يمكن ناظم له لو أكيد. ناظم أنا ما فكيت عيني ولحد ما شفتك ما كنت أسمع داير مدايري غير بس الأرقام والحسابات والأرصدة وهذه اللقاءات اللي التقيتها بيك واللي تنحسب بالدقائق. حسيت بها الشعر عشت الشعر وكنت أنت الشاعر بالحس والروح واللفظ والمعنى. بس هذا الشعر مو كلماتي. كلمات واحد غيري. صحيح حبيبي صحيح كلمات غيرك بس انت عندك طريقة تخلي الواحد يحس كأنما هذا الشعر صادر منك انت نابع من روحك انت. ناظم حبيبي أنا مديت ايدي لك حتى امسك الحب والحنان والعذوبة لكن مع الأسف ما لقيت شيء. ناظم أنا حاولت ان ادخل حياتك لأنك أدخل حياتك بس ما لقيت بيها مكان لأحد. بيها بس بس شنو ناظم حبيبي أنا أشفق عليك لأن أنت وحيد أنت وروحك وبس. ألو سراب سراب اللي أنا مرات سند التليفون بوجهك ولو مرة واحدة. أي أشلونكم أشون أحوالكم؟ الحمد لله مشتاقين لك روز. زينين. وناظم أشونه؟ والله روز ناظم محيرني ما قمت أعرف إيش أعمل معانا. صيغ هاي أحوال الغجيل وناظم غجال مثل باقي الغجيل. روز أنا هاي أعرفها معبرة منها كثير وانت تعرفين بس هاي المرة غير شكل ما تشبهك مثل كل مرة. روز أشو احكي لي. هي ما بيها حكي. تخيلي نفسك عايشة ويا إنسان ينسى أنت معاني. شوفي ساعة يذب نفسه على الشغل تقولين حيقتلها الروح وقتل من الشغل وهناك ترك كل شيء وقعد يلبس ويتعطر
تبقى عيونه مجدودة بالهواء. قولين دا ينتظر دعوة من أحد. وأنت إيش تعملين؟ أشمل من طين الغاسي أوص طين الغاسي قيادي وأتفرج وكبداتي تتفتت. الله يساعدك يا أختي، بس أنت ما قدامك غير بس الصبر. قلتك أنت لازم تحاولين تعرفين إيش بينه. روز أنا إيش أعمل؟ إيش أعمل؟ أنا أخاف أتقرب عليه، أخاف يحس، يحس أني ضايقه لو دا أراقبه. ما يهم، المهم تحسسينه إنه أنت معانه. وصلت الأوشار اليوم يوم هاي السحبة. اسمعي، ما تطلع إلا من قلب مفطور. اسمعي روز، سلوم على بختك لحد يجي. والله دا يحكي مع واحدة دينا غير اسمه يا روز. منو؟ ما قد أتحمل. سليمة، أنت جاي حتى تونسين الناس، وهاي الناس كلها جاي حتى تسمعكي أنت. امسحي دموعك، امسحي. سليمة، جاء الحبيب. أنت اللي تعلمينا أشون الوحدة تدوس على قلبك ساعة الساعة. معك حق روز، كل شيء بوقته، وهالساعة مو وقت البكي. روحي حضري الفرقة. شو الجماعة قلبوها حزينين اللي يسمحهم يقول عندهم عزاء؟ ما تعرف ذول الفنانين على دقيقة يقلبوها حزينين. الجماعة الموسيقيين يتغرق برا. هسه جايك لحظات وجاي وراك. زين يا بي. شو
لا 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 ما ممكن ما ممكن. استاذ ناظم استاذ ناظم عفوا نعم سلوم وين؟ سلوم كانت هنا قالت ما لي خلق يمكن راحت للبيت. زين يلا نتوكل مقابل بهرزاوي. الهدير وعادة غريب خير ناظم ناظمي انت قوم يا عيني هاي شبيك نسيت ما عندك موعد اليوم بالإذاعة ناظم ناظمي ناظم 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 ادري ممنوع عزيزتي بس انا ما اقدر افوت عليه اريد بس مكان اوقف به حتى اشوفه منه ما يصير لان ما عندنا اطباء نايم بالنعاش ادري ممنوع ادري ممنوع مسج عليها صدقه على راسك ايش تريدين اعطيكي بس خليني اشوفه اشوفه قلت لك بس ابنك نايم بالنعاش بس ابنك مريم صار علي نشي اقتل الروح كقتل اذا صار علي نشي
روزة شلون أنا السبب؟ تراب براسي إن شاء الله. دادا أنت هم حقي. أكو مرة بتشوف زوجها وهو ما جنبها. أقلك المرة العاقلة تتصرف غير شكل. شلون دادا روز قليلي شلون؟ ضحكة أقلك أنت عاقلة وبتتهمين. أكو شيء يثبت بالحياة بلا بسمار؟ لا ماكو. ايه اشنو اللي فكت الزواج يا اختي؟ اكو غير جاهل النونو؟ لا لا ماكو روز. بس هسه وقتها ما شاء الله رايحة على خضر الياس في دول اسمه. ايه بيها رجع ان شاء الله بيها. الله يسمع من ثمكي روز. بلاكت اشون اشون دادة اذا هو صاير لي الف وصلة لو مرة واحدة اقدر التم علينه كان كافي. دحقي دادة الفرصة جت لي عدك. اشون دادة روز هو ما غي يسافر بجولة فنية؟ ايه ايه سافري معانا. سافر معانو؟ ايه عملية هي زيارة وهي تسيارة يقللك الأطباء بالخارج أي يعملون الهواية. معقولة والله روز؟ ايه وإن شاء الله ما ترجعين إلا والنون بحضنك. وأصدق روز أصدق أش أنذر لك يا خضر الياس سبع خرفان محناي. خلاص عجب المرة سويتيها بهالشكل المفاجئ سراب. ما بيها اي مفاجأة بس موسم الازياء هالسنة برا بدأ من وقت والمودة حامية. طيب حجزتي؟ اخذتي تأشيرات؟ هذه اجراءات بسيطة ممكن ان تجهز بسرعة. طيب لو تنتظريني حتى نطير سوا عن وجه. لا ماكو داعي غاف نفسك. الوقت اللي راح تسافر بيه انت انا ما راح اكون فارغه. حتما راح تكونين ملتهيه دور الازياء وعروض السهره. سمعتي هذا الخبر او قريتيه بالاحرام؟ وهو الغزالي يتهيأ للقيام برحلته الفنيه الكبرى الى خارج البلاد. اي بعد شلون تريدني أأمن أعوفك تروح بوحدك؟ يا أنا ما مسافر هسه. ولو وأنت ما شفت نفسك شلون ظليت تلوب ليالي حقك. أوي الله لا يعيدها. غير ما أريد أتعبك يا عيني يا سلوم. تعبك راحة باباتي. أنا كفيني أكون يمك وأداريك. لا والله تعبت وياي كثير هالايام. هذا شلون حكي باباتي؟ انت لو تريد روحي ما تغلى عليك. الله يديمك الخاطر هذا اليتيم. يلا عيني هسه عاد لازم نبدي نحضر اموراتنا حتى لا ياخذنا الوقت. نعم باباتي وين سرحت؟ لا شيء ماكو شيء بس كنت محسبة براسي لازم اقضيهن قبل ما امشي. Thank you.
Thank you.